لن يستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق إلا إذا طهر قلبه لله. وتطهير القلب لله أن لا تجعل فيه ضغينة ولا حسد ولا بغضاء ولا احتقار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أول ما تبدأ بالقلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا القلب تغسله بماء الإيمان، تغسله بماء الطهر، لا نفاقا ولا رياء ولكن لله. تسمع أن الله يحب حسن الخلق فتبدأ أول ما تبدأ مع قلبك مخلصا لربك، ومن الليلة تبدأ بغسل هذا القلب من الأدران، وتضع في نفسك شيء تعلم معه أنك لن توفق لحسن الخلق ما دام القلب مريضا، فتسأل الله عافية القلب، وتسأل الله السلامة من أدران الأخلاق. عيب على الإنسان أن يظهر للناس أنه أخلاقه حميدة وينطوي على قلب مليء بالحقد بالحسد بالاحتقار بالكذب بالغش، لا يمكن أبدا، ولن يسر أحد سريرة إلا أظهرها الله في علانيته. فالوجوه المنيرة بالطاعة والكلمات المعسولة التي يوفق لها الإنسان ويهدى لها لا يكون ذلك لأهل الحقد ومرضى القلوب. ولذلك قال الله في أوليائه وصفوته من خلقه: الذين اصطفاهم الله للجنة وهدوا، وهدوا إلى الطيب من القول. هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى بعد أن اهتدت قلوبهم اهتدت قوالبهم.